واخد ثقه في مباراه اياكس. انا شايف ان الكابتن حسام ممكن يديله دفعه. عندنا ميدو جابر بيأدي بشكل كبير. عندنا وليد ربنا يديله الصحه، وليد من العناصر الخبره اللي موجوده في الخط اللي في الخط الهجومي بشكل جيد. شفنا يمكن باقة على فترات دفع بيه الكابتن حسام، شفنا السلية في نص الملعب المدافع، شفنا حسام عاشور، شفنا في خط الظهر احمد فتحي، شفنا نجيب، شفنا ايمن اشرف، شفنا محمد هاني. يمكن معلول موضوع الاصابه عندك مشكله مع معلول وجاي يمكن 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 الحته بتاعت الشمال دي اللي فيها معلول يمكن هي اللي مقصره بشكل. خلينا يا كابتن خلينا بس احنا صراحة كده شويه، المجموعه اللعيبه اللي بتشارك مكان اللعيبه اللي هم كانوا مستمرين بشكل كبير على مدار الموسم، هل ما ادوش في الفتره اللي فاتت بنفس الشكل اللي كان مطلوب منهم؟ ودي بتبقى فرصه. انت لعيبه كابتن لما جيت تلعب في النادي الاهلي، ما اللعب في النادي الاهلي ده شيء صعب مش سهل طبعا، انت جات لك فرصه وتمسكت بيها بالظبط. هي دي يعني من وجهه نظرك كابتن ماهر. بص يا محمد، هي محتاجه وقت ومباريات. يعني انا عشان تديني فرصه لازم العب مباراه واثنين وثلاثه واربعه عشان تقدر تحكم عليها صح. لكن انت لما تديني فرصه مباراه واثنين بيكون اللاعب الاساسي من الاجهاد رجع، فبضطر يدي اللاعب. بس انا بسيب علامات يا كابتن، بسيب بما معناه اثر جيد في ذهن المدير الفني ان انا لا انا موجود لازم العب. ما هي دي النقطه، واكيد بفرض نفسي. ما فيش مدرب يا كابتن، انا دي اتعلمتها في الكوره، فيش مدرب ما بيبقاش عايز يكسب. طب مفيش مدرب ما بيبقاش شايف ان اللعيب هيبقى موجود وبشكل بكسر الدنيا قوي ومش هيلعب. لا ودي حقيقه. يعني انا عايز اقول لك ان مؤمن بعد اعاره مؤمن ما حسيناش بالمكان بتاع مؤمن ان في، يعني حسينا بان مؤمن فرق، ان بقى في مكان مؤمن مش موجود، حصل تاثير في الجزئيه دي. مظبوط. اجاي نفس الكلام، يعني حسينا ان بعد اصابته ما حسيناش ان اللي بيجي اللي راكب في الجزئيه دي بيقدم نفس الدور وبيقدم نفس المستوى. وليد سليمان مش موجود، واخد بالك؟ ما بنحسش ان اللي بياخد دور وليد سليمان ان بيقوم بالدور بتاع وليد سليمان. ازارو كراس حربة ما حسيناش ان مروان محسن، وقلنا ان مروان محتاجين ان مروان يلعب عشان ياخد الثقة ويعود لمستواه ويبقى لعيب رأس حربة يعني يزاحم فيها ازارو. ما حسيناش بدي. صلاح محسن على استحياء بياخد تلت ساعة نص ساعة، شفناه المباراة اللي فاتت. يعني هو توفيق كمان انه واضح ان هو لعيب كويس، بس لعيب كويس عايز هدف، يعني ده هيرفع المعنوية بشكل كبير. عايز، واخد بالك كابتن فاروق؟ لو هنرجع لنص الملعب الدفاعي هنلاقي ان بعد اعتزال حسام غالي مش حاسين ان في حد، يعني السلية بنحييه، واخد بالك؟ ان السلية قدر يحسسنا ان في بديل لحسام غالي وبديل كفء وواعد وقادم بشكل كبير. حسام عاشور لما بقاش موجود بنحسش برضك ان البديل بتاع حسام عاشور ان هو قادر ان هو يعني بلغه الكره يركب بقى على 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 مكان حسام عاشور. ما زي ما انت بتقول ان انا عايز اخد فرصه ازاحم بقى فيها النجم ده، واحسس بقى الكابتن المدير الفني ان انا مش اقل منه. اول حاجه يا كابتن، كان زمان انت بتاخد فرصه واحده بس واحده بس الا كده مش يعني عمرو حديد انا فاكر في اللقاء معاك قال لك انا قعدت 16 مباراه على الدكه ما بلعبش، وبعدين لما خدت فرصه بقيت عمرو حديدي. هي كده يعني نفس كلام احمد فتحي. بيخش محمد هاني بيأدي، لكن مش حاسين ان في حاجه ناقصه. احمد فتحي بيخش باسم على استحياء اصابه، وبعدين بيخش لعب كويس، لكن برضك مش حاسين ان الاثنين دول عايزين يخلصوا على احمد فتحي بلغه الكوره. معلول لما موجود مش حاسين ان رحيل ان انا اخاف على مكاني. قصدك بالظبط ان انا كلاعب اساسي اخاف على مكاني. وخد بالك كمان عايز اقول لك حاجه يا محمد، بتطمن اللعيب الاساسي ان انا هرجع. طب هي دي المشكله عند اللعيب كابتن، يعني طبعا كل احترامك لكابتن حسام بدري. يقول لك كابتن حسام بدري الى حد ما خلاص، يعني اللعيب الاساسي هو شايفه مش هيتغير، موجود الاحساس ده واصل للعيبه. بالظبط.
ممكن واصل اللعيب، وفي نفس الوقت انا كمدير فني انا عايز اكسب. انا عندي بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيه وبطوله عربيه وكاس مصر، انا مطالب ان الاهلي بخمس بطولات. فمش هفضل ادي بقى للناس دي وابدا افقد في بطوله في اثنين في ثلاثه. وبعدين خد بالك يا محمد، انا لما بدي ايه؟ بدي عنصر اثنين، ما اقدرش ادي ثلاثه اربعه، هيلخبطوا لي الدنيا. يعني خد بالك، اي نعم لعيبه النادي الاهلي هضمه الطريقه، مجموعه من النجوم واللعيبه كابتن اسمائها تخلي الجماهير بتطالب ان فين هاني، فين صلاح محسن، فين يعني اسامي كتير جدا. فبالتالي وهو مطالب ان هو يلعب 11 لاعب، وبالتالي ما يقدرش يلعب في حته التشكيل والجزء الاساسي ده لان هيخسر كتير. بالظبط، ما يقدرش. ما هو وانت شايف اهو، لما بدا يلعب وبدات الناس تصاب وبدا يلعب في فرقه ويخش ثلاث اربع عناصر، ما خسرنا الزمالك، دخلنا على الكاس بردك نفس الكلام، اللعيبه الاساسيين مش موجودين، دخلنا بالثلاث اربع لعيبه تانيين، خسرنا الاسيوطي، طلعنا من الكاس. طب حته ان انا اغير خطط يا كابتن، يمكن انا كنت ببني خطط معينه على مجموعه من اللعيبه، مجموعه اللعيبه زي اجاييه زي واد ازارو زي ابتدوا اصابات نتيجه الجهاد اللي احنا بنتكلم عليها. هل كان وارد ان كابتن حسام يغير جزء الخططي بطريقه اللعب مثلا عشان يحل الجزئيه؟ اكيد يعني ده بعض الحلول. برافو عليك يا محمد، بعض الحلول اللي بيلجا ليها المدير الفني. واخد بالك انك انت في حاله الاصابات اللعيبه المميزه اللي عندك اوجدت البديل، والبديل هتحس ان هو مش بنفس المستوى، ممكن غير طريقه اللعب من 4 2 3 1 لطريقه 4 3 3 او طريقه 4 4 2. واخد بالك يعني بعض الطرق اللي بيلجا ليها المدرب لما وحسب القماشه اللي موجوده عنده، حسب القماشه اللي موجوده عنده والتغيير اللي هيبدا يضيفه. واخد بالك يعني مثلا عندي عنصرين زي مثلا مروان محسن وعندي صلاح محسن، المانع ان العب بطريقه 4 4 2 خصوصا ان انا ما عنديش وليد وما عنديش مؤمن. يعني دي ممكن العب 4 3 3 3 في نص الملعب، ازود نص ملعبي وابدا اربط بجناح ناحيه اليمين وجناح ناحيه الشمال وراس حربه، والكره تبقى ناحيه الجناح اليمين. يبقى بتبقى مسميات يا كابتن وانت في جوه الملعب الخطه بتختلف. لازم ما انت برضه خد بالك التكتيك يا محمد اللي بتلعب بيه من خلال فتره الاعداد، انك انت موجود يا كابتن، انت موجود، هي الشكل بيبقى انت بتقول المسمى وتحط اللعيبه، يمكن بتبقى في الحاله الدفاعيه اكتر. بالظبط اكتر، لكن الجزء الهجومي بتعتمد بقى على انت تعليماتك، الكثافه العدديه تزيد. انت قلت مثلا في الجزء الهجومي هلعب بثلاثه داخل ال 18، لكن انا شفت ان كمان بيكمل معاهم واحد رابع يبقوا اربعه، بيكمل معاهم حريه يا كابتن. بالظبط، ممكن ادي الحريه بتختلف بقى.